ظروف صعبة وأعمال شاقة ينخرط بها العديد من كبار السن في ديالى بحثا عن لقمة العيش، إذ يؤكد الكثير منهم حرمانه من راتب الرعاية. والسبب نتابعه مع مراسل الرابعة في المحافظة ياسر عبد عداف. فنتابع. تمر سنوات خريف عمرهم ثقيلة، وتشيخ معهم أحلام الراحة من العمل المثقل بالهموم في هذا السوق. أبو حمزة أحد أقدم العاملين بسوق بعقوبة، قضى أعواما طويلة يعمل أعمالا شاقة، وانتهى به الأمر ضعيفا لا يقوى على مواصلة العمل. أنا قاعد أشتغل، أخيرا قعدت، لسه العالم ساعدني، العالم ساعدني تعطيني، وأنا لسه عمري 77 سنة بهالعمر هذا، وقضينا كلها هناية غدا وغيرك وما فتنا كل شيء، حياتنا ما فتنا، ما فتنا. اي والله على طول كسرنا. اي والله مو انتهينا، من يحيينا؟ من يطينا؟ شلون عايش؟ عايش من الله. اي والله من الله، عايش من الله، الله هو اللي يعطينا، ولا الطيبين يعطونا. الواحد من ال 91 انا بالسوق، صار عمري هسه صار بالسوق 31 سنه، المفروض اطلع تقاعد من السوق. فكل شيء ما حصلت لا تعيينات ولا هاي، انتهيت بهذا العمل العطاريه، والحمد لله الحمد لله جينا نشتغل والله السوق ماكو، خلونا عيشتنا على رواتب، يعني اكو رواتب اكو سوق، ماكو رواتب ماكو سوق. قانون الضمان الاجتماعي الذي يمنح العاملين بالقطاع الخاص راتبا تقاعديا يحرم الكثير من هذه الامتيازات، ما يدفع البعض منهم بعد بلوغه سن الشيخوخة أن يعمل في الأسواق المحلية، فيما يستثنى الكثير من كبار السن من غير المتزوجين من هذا الاستحقاق. نطالب الرعاية الاجتماعية، الناس اكو ناس مثلا انا بيا حيل اقدر اشتغل اقدر اعمل، اكو ناس مثلا يبلغ عمرها 50 سنة هو ما متزوج، مثلا هو ما متزوج مثلا يقولوا له لا تتزوج لا تنشمل بهاي الرعايه، هذا المفروض يعطونه خطيه، يعني نعرف ناس هو يفوتون من هنايا خطيه يقول له لا تتزوج حتى يشتغل، دا يشتغلون هو باكر ما يقدر يشتغل، اليوم يقدر باكر ما يقدر، يعني عمره يعني فوق ال 50. انا القاعد اجار، اللي عنده اطفال هوايه، المدارس، المريض، ملابس، هاي كلها عليك. انت رب الاسره. طبعا هاي شويه يراد لها تعب. ضنك العيش والغلاء الفاحش تدفع كبار السن لمواجهة الفقر حتى وإن كانت تلك الأعمال شاقة، فحلاوة العيش برزق حلال كما يقولون. ياسر عبد عذاب، الرابعة، ديالى.